قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بالفعل من بين الركاب الذين تحطمت بهم الطائرة في مقاطعة تفير قبل أيام. هذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق الروسية أخيراً في أعقاب فحوص الحمض النووي. إعلان يأتي بينما لا تزال ملابسات حادث تحطم الطائرة غامضة وتثير تساؤلات حول أسباب سقوطها. من الواضح أن إدارة البلاد السياسية لا تريد الكشف عن الآليات المتبعة من قبلها حالياً في اتخاذ القرارات، كما أنها ربما تريد إخفاء أشخاص بعينهم، وهو ما يبرر الامتناع عن تقديم التوضيحات والتفسيرات. وفيما تواصل السلطات الأمنية البتة في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن طائرة بريغوجين، يلفت البعض إلى الضبابية التي أمست تكتنف مستقبل فاغنر ونشاطاتها، سيما في ظل توجه الكرملين لإخضاع المجموعة وغيرها من الشركات الأمنية لرقابة أكثر صرامة من قبل الدولة. منذ وقعة التمرد غير المكتمل في يونيو الماضي، فعليا قد حدث انفصال بين الدولة الروسية وشركة فاغنر التي نقلت مقرها إلى بيلاروسيا وأصبحت تقوم بمهام أشبه بتلك التقليدية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل أعمال الحراسة وتدريب الأفراد. وعلى الرغم مما قد يعنيه ما سبق من إمكانية مواصلة فاغنر لأنشطتها العابرة للقارات كتلك في إفريقيا على سبيل المثال، إلا أن سلسلة من الإجراءات والمراسيم الرئاسية يلزم آخرها مقاتلي فاغنر والمتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء تبقي على تساؤلات جدية بشأن مصير المجموعة ومستقبلها في الفترة المقبلة. في الأثناء تلفت مواقع مقربة من فاغنر عبر تطبيق تيليجرام إلى أن مقتل بريغوجين يبرز اسم مقاتل يدعى أنطوني ليزاروف، وسط تكهنات تشي بإمكانية أن يخلف بريغوجين في قيادة المجموعة، وذلك على إثر ما يتمتع به من مكانة ضمن منظومتها. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.